ولما كانت الحلقة 83 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وحوله طيوف وأحلام وحقائق وأوهام ورفات ليال وبقايا أيام. وطار الملك على أجنحة الخيال، وطوى الزمان واختصر الأجيال، فطالعته أحاديث شهرزاد، واستغرقته مغامرات السندباد. فرآه في جزيرة الزنوج، ورآه وهو يصنع السروج، ورآه وقد تكاثر عليه أهل الحي ليدفنوه مع زوجته وهو حي. وبينما هو يسبح في أحلامه ويضرب في متاهات أوهامه، قطع عليه حبل أحلامه حلم يسعى إليه. وإذا شهرزاد مقبلة عليه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأقبل عليها. شهرزاد. مولاي. إني أعجب يا شهرزاد، إذا كانت الدار للفناء والإقامة فيها عناء والخروج منها بلاء، فلماذا يكون البناء؟ يكون للبقاء. وهل هناك بقاء؟ بقاء النوع يا مولاي، وتلك ميزة يختص بها الإنسان، ولولا ذلك ما تقدمت بنا الحياة ولا حرك العالم خطاه. وقد بنى من قبلنا لنا، ونحن نبني لمن بعدنا. وما يعنيني مما يكون إذا كنت غير كائن؟ إننا لا نفعل ما نفعل بإرادتنا، وإنما بإرادة الحياة. أنت قدرية يا شهرزاد. لأن القدر يسوق البشر والحياة سفر. أليس الإنسان هو الذي يصنع الحوادث؟ بل الحوادث هي التي تصنع الإنسان. فما تقولين في المغامرات؟ وما تقول أنت في المصادفات؟ مسألة فيها قولان، ولكن أحدهما هو القول يا مولاي. كيف يا شهرزاد؟ لأن الحقيقة لا تتعدد يا مولاي، هي شيء واحد، واختلاف الناس فيه لا يعني أنه شيئان. هذا حق، لأن الشيء إذا انحصر بين نعم ولا كان أحدهما ولا كلام. ماذا؟ إذن ففيها قولة واحدة وليس فيها قولة. إنك أبرع من يلعب بالكلام. بل أنا أنظر في مطاوي الكلام وأقيس ما يكون على ما كان. أعرف أنك قدرية يا شهرزاد. إن الإنسان أثر يا مولاي، والأثر لا يكون مؤثرا بحال، بل قد يكون إذا هو كان. شهرزاد. مثل ذلك يا مولاي مثل الأمير قمر الزمان، فقد أراد شيئا وأرادت الأقدار شيئا، فنسخت إرادة البشر إرادة القدر. مثل ذلك أم قصة يا شهرزاد؟ أحدهما، والأمر إليك يا مولاي. إذن فلتكن قصة. حبا وكرامة. هاتي شهرزاد. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ملك عظيم الشان عريض السلطان، اسمه الملك شهرمان. وكان لهذا الملك ولد ذكر كأنه القمر في ليلة 14، وكان اسمه قمر الزمان. فلما أحس الملك شهرمان بوطأة السنين وثقل الزمان،
أراد وقد شيخ وكبرت سنه أن تقر بولده عينه، وأن يزوجه قبل أن يحين حينه. وكانت للأمير نظرة خاصة، وكانت له أفكار رسبت من نفسه في أعمق قرار. فلما عرض عليه الزواج أبى كل الإباء، وأظهر العداوة للنساء، ونظر إلى الزواج من زاوية، ونظر أبوه إلى الزواج من زاوية، وأصر الولد على رأيه، وأصر الوالد على رأيه، وتأزمت المسألة وأصبحت مشكلة. وأمر الملك فعقد الديوان، وأدخل عليه الأمير قمر الزمان. فلما رآه داخلا عليه اتجه الملك إليه. تعال يا ابني. انت ليه مش عاوز تفهمني؟ انا يا ابني بقيت راجل عجوز، رجل جوه ورجل بره. اذا عشت النهارده مانيش عايش بكره. الاجل ما عادش فيه اجل. انا ضيف عندك يا ابني، ما تقدرش تكرمني؟ امرني يا والدي وانا اضحي بنفسي، انما الجواز. اسمع مني، انا عاوز اشوف شريكة حياتك، نفسي اشوف ولادك يا ابني. انت ليه تحرمني؟ ده مش بايدي، ده غصب عني. ولما اطلب منك الطلب ده كأب تبقى بتغصبني اخالف امرك، واذا امرتك كملك تبقى بترغمني اخرج عن طاعتك. انت يا امر، ده انت اولى الناس بطاعتي. لما تكون في طاعتي الناس بيطيعوني، لان الملك يعني لسبب واحد، وانت واجب عليك طاعتي لاني ملك ولاني اب، يعني السببين. اذا اردت ان تطاع اؤمر بما يستطاع. وايه اللي خليك ما تستطيعش؟ مفيش اكتر من اني لسه ما حبيتش. يعني مفيش ولا واحده من بنات الملوك تقدر تحبها؟ فيه كتير. طيب وليه ما بتحبش واحده منهم؟ انت بتسالني ليه ما حبيتش مدام لسه ما حصلش؟ انت فاهم الحب ايه؟ انت كمان هتفهمني؟ ما انت مش راضي تفهمني، انت عاوز تأكلني حاجة غصب عني. سمعين الامير بيرد ازاي؟ ليه بس يا مولانا؟ من فضلكم وفروا كلامكم. هو مولانا الملك حيقولك على حاجة تضرك، وانت ايه شأنك؟ وليه بس يا امير؟ ده شيء كتير. وفر كلامك يا حضرة الوزير، احنا قصدنا ملكوش شأن بنا. سمعين، دي لهجة أمرة؟ دي لهجة ناس مؤدبين؟ دي لهجة سقايين؟ أنا هربيك وأعلمك إزاي تتكلم. معلوم أمر الزمان ابن الملك شهرمان، متربي على العز والدلال. منين تخش ديوان الرجال؟ أنت عاوزني أعيش بعقلك؟ أنت مش فاهم. اخلص قليل الأدب. أنا أنت بتشاورني بإيدك يا ولد. أنا هعلمك الأدب يا معتوق. معتوق مولاي، خدوه وفي برج القلعة احبسوه. خدوه برج القلعة مولانا. خدوه. بلاش برج القلعة يا مولانا، مفيش شفاعة. خدوه. السجن في برج القلعة أرحم من السجن اللي عاوز تدخلني فيه. أنا عارف أنت بتعمل كده ليه، أنا عارف قصدك إيه. وكان في هذا البرج بئر مهجورة، وكانت هذه البئر معمورة، تسكنها جنية مشهورة اسمها ميمونة بنت الملك الدمرياط، أحد ملوك الجن المشهورين في الأنباط. فلما كان ثلث الليل الأول خرجت الجنية من البئر، فإذا حال البرج قد تحول، وإذا أنوار شموع وسرير موضوع، وعليه فتى من البشر نائم كأنه القمر. فتسمرت الجنية مكانها وعقدت الدهشة لسانها. ايه ده يا ميمونة، بقالك في البرج ده 200 سنة عمرك ما شفت حد هوب هنا شموع وسرير كمان؟ مين اللي نايم ده، انس ولا جان؟ تبارك الخلاق فيما خلق، دا
ده مش جن ولا بشر، ده قمر. قمر يا حبيبي، هما حبسينك ولا ايه؟ وحبسوك ليه يا ترى؟ عملت ايه يا حبيبي؟ على خدك اثر الدموع، وجبينك غالب على نور الشموع. يا حبيبي انا مش هاذيك ولا خلي حد يأذيك، كفاية ابصلك واتملى بيك. يا حبيبي اما غطيك بالملاية واسيبك تحرسك العناية. يا حبيبي انا حول عليك بقية الشمع واسيبك واطير استرق السمع في رعاية اللي نشاك. انسان في صورة ملاك في رعاية الله، في رعاية الله، في رعاية الله. وطارت الجنيات الى حيث تطير كل ليلة، وتركت الفتى نائما والشموع سهرانة حوله. وقد احبت الجنية الامير، وملك قلبها بحسنه الوفير ووجهه النضير. وبينما هي طائرة في السماء، سمعت صوتا يدمدم في الفضاء، فالتفتت إليه وحطت عليه، فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 83 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 84 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد بقوامها المياد، فسلمت أحسن سلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، أن ميمونة الجنية تركت قمر الزمان، وبينما هي تطير في السماء سمعت صوتا يدمدم في الفضاء، فأخذها الغضب وصارت قطعة من اللهب، ومالت بجناحيها إليه وانقضت عليه. نجوم 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 تحت غيوم غيوم غيوم، من يعليني من يعليني؟ انا طيار، انا جبار، انا من نار من نار. هم جناحاتي والرحاتي سيبوا لحياتي. انا جبار، أنا من نار النار. مين اللي بيزيد في الكلام بين السحاب والغمام؟ أنا طيار، أنا جبار، أنا من نار النار. إن كنت طيار أنا أرميك، وإن كنت جبار أنا أورديك، وإن كنت من نار أنا أطفيك. الله، ميمونة؟ مين؟ دهنش؟ ميمونة، ارحميني، ما كنتش واخد بالي. اعملي معروف يا بنت ملك الجاد. ده انت وقع في شر اعمالك يا دهنش. اقسم عليك بالسر الاعظم والطلسم الاكرم المنقوش على خاتم سليمان، ترحميني ولا تأذنيش يا بنت ملك الجاد. انت اقسمت علي بقسم عظيم يا دهنش، لكن انا ما ابدأكش الا اذا كنت تقولي جاي منين في الساعة دي. انا جاي من اخر بلاد الصين، وحصلت لي عجيبة شفتها بعينيا،
ما حصلتش للجان العلوية ولا للعفاريت السفلية. شفت ايه يا دهنش؟ اقولك بس اذا ظهر انك كذاب هعذبك اشد العذاب وانتف ريشك واكسر لك جناحك. قولي شفت ايه يا دهنش؟ انا جاي دلوقتي من بلاد الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبع اصول. وانت هناك بتعمل ايه يا دهنش؟ انا ساكن في قصر مهجور من قصور الملك الغيور ومعايا بدر البدور. بدر البدور؟ ايوه بنت الملك الغيور. وايه اللي سكنها في القصر المهجور؟ ابوها الملك الغيور حبسها في القصر المهجور. وليه يحبسها الملك الغيور؟ الملك الغيور ما خلفش غير بدر البدور، وبدر البدور آية في الجمال، لها شعر زي ليالي الهجر ووجهان زي أيام الوصال. وراحوا الملوك لأبوها علشان يخطبوها، رفضت الخطاب وردتهم من على الباب، وغلب فيها أبوها إن ربنا يهديها يجيبها من هنا يوديها هنا. يا بنتي مش كده، ربنا يهديكي. إذا جوزتني غصب عني أنا حموت نفسي. أنت اتجننتي؟ أنا مطول بالي عليكي وقلت يمكن تراجع نفسك ويرجع لك عقلك. أنا وليك وحجوزك من غير رأي. بيتهيألك. أنا حوريكي إذا كان بيتهيألي ولا مش بيتهيألي. يا منصور أنت هتعمل إيه؟ هحدد ميعاد الفرح. تبقى حددت ميعاد موتي. أنت مجنونة؟ مش ممكن تجوزني غصب عني. أنت بتخرجي عن أمري؟ أنت اللي بتغصبني، أنت عاوز تبيعني، عاوز تبيعني بدر البدور. أنت مش عاوز تجوزني، أنت بتبيعني. برضو بتكرريها؟ اقتلني، موتني. أنا هربيكي وأعلمك إزاي تكلم أبوكي. يا منصور يا منصور. مولاي خدوا بدر البدور واسجنوها في القصر المهجور. وفي ليلة وانا طالع القصر المهجور لقيت في القصر نور، ولقيت بدر البدور. انا عقلي بقى يدور كل ليلة اتأل نومها وافضل واقف قدامها اتأمل في جمالها. عجيبة حكايتها، لكن ايش تكون بدر البدور جنب حبيبي؟ انت ما شفتيش حبيبتي. انت ما شفتش حبيبي. دي ولا الحور بدر البدور. اخسأ يا العين. اشوف بالعين. واذا طلع حبيبي اجمل من حبيبتك انت فريشك وقصقص جناحتك. واذا طلعت حبيبتي اجمل من حبيبك تديني حمايتك وابقى محسوبك. تعالى يا العين. وحبيبك فين؟ ساكن معايا في البرج جنب البير زي البدر المنير، نايم على سرير. يلا يا شرير. سلام سبحان الخالق القاطع الناطق. شفت بالعين؟ شفت يا ميمونة حبيبتك زي ده بالظبط، ما تقدريش تفرقيهم عن بعض. حبيبي واحد في جماله، مفيش في الحسن مثاله. انا شفت حبيبك لكن انت ما شفتيش حبيبتي. اشوفها؟ تعالي. روح انت هاتها. اجيبها؟ تجيبها تتقل نومها وتشيلها ونحطهم جنب بعض ونشوف مين اجمل في الاتنين. قسما بالاسم الاعظم قسم ملوك الكان المنقوش على خاتم سليمان، لو طلع حبيبي اجمل من حبيبتك لن تفريشك وقصقص جنحتك. يلا يا دهنش في غمضة عين افرد جنحتك الاتنين. يلا قوم قبل
قبل ما يصحوا من النوم. قوم قوم. بشويش، انت مش متقل نومها؟ وانا كنت اقدر اشيلها الا لما تقل نومها. انا كمان متقل نومه. طيب خديه لعندك شوية اما نيمها جنبه. استنى اما عدلها. شوف يا ميمونة، شوف جمالها. سبحان الخالق فيما خلق. شفت يا ميمونة؟ جميلة، هي جميلة. أصلك شفت جمال زي ده؟ ولا أصلي شفت جمال زي ده. مفيش غير حبيبي، حبيبي اللي أجمل منها. شوف جمالها. شوف جماله. شوف عينيها. شوف جبينه. شوف شعرها. شوف رموش عينيها. ما قلناش حاجة، لكن إيش جاب لي جاب؟ أنت أصلك بتحبيه طبعاً، تفضليه. أنت اللي بتحبها وعشان كده فضلتها. ما الحلاوة دي زي ده؟ يب 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 يب. وبكلامك؟ ولا كلامي ولا كلامك. نجيب حد يحكم بيني وبينك. ترضى يا دهنش بحكم أشأش؟ أشأش العفريت الأعور أبو السبع قرون والضفاير اللي بتجرجر. حصر بصر. طيب سيبيني أفكر. مفيش تفكير، الفجر قرب يظهر. أشأش يحضر في الحال يظهر. أشأش يحضر في الحال يظهر 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 يظهر. مين اللي نده علي من الأراضي السفلية؟ ميمونة؟ دستور يا بنت ملك الجان، أنا في خدمتك. الأمر أمرك والكلمة كلمتك. أنا عاوزاك تحكم بيني وبين دهنش. دهنش؟ أيوة يا أشأش، أنا بحب واحدة إنسية. أيوة. وأنا بحب واحد انسي. ايوه. طب وعايزين ايه بقى مني؟ عاوزينك تحكم بينا، تشوف حبيبتي اجمل ولا حبيبها. عشان كده ندهتوني. وروني. يا سلام، مفيش كده جمال. مين الاتنين؟ مش قلت لك من الاول؟ اسكت انت. يب 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 يب. لكن لابد واحد منهم يفرق عن التاني. ان جيتوا للحق ما تقدروش تفرقوهم عن بعض، لكن انا عندي فكرة. نصحيهم بالدور ونشوف مين هيفتتم بالتالي. موافقين. واحد منكم يتقل نوم واحد، والتاني يعمل برغوت ويقرص التاني، يفتح عينيه يشوف صاحبه بين ايديه، نشوف هيقوله ايه، وبعدين تنيموه وتصحوا الاولاني، وبالطريقة دي تعرفوا مين اللي فتن صاحبه وخلاه يحبه واستولى على قلبه. خلاص استخبى انت يا أشأش. يلا يا دهنش، انا هتقل نومها وانت عليك تصحي. وقبل الجنيان ميمونة ودهنش الرأي الذي اقترحه العفريت قشقش، ورضي الجني ورضيت الجنية أن يكون موضوع القضية هو الحكم في القضية، وأثقلوا نوم الأميرة وأيقظوا الأمير، فلما فتح عينيه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
وبهذا تنتهي الحلقة 84 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 85 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها بدر التمام، فسلمت أحسن سلام وجعلت تصب له المدام، وهي تواصل الكلام بصوت كأنه أنغام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ميمونة ودهمش لما اختصما إلى العفريت قشقش، وطلع لهما العفريت وتمثل، سألاه أي محبوبيهما أجمل، ونظر العفريت إلى الفتى والفتاة فحار عقله وتاه، وتحيرت في جمالهما عيناه، فلما تحققت له المماثلة وعجز عن المفاضلة اقترح عليهما أن يوقظا كل واحد بدوره، وينظرا ما يكون من أمره، ويسجلا ما يقول كل واحد في صاحبه، إذا صحى فرآه نائما بجانبه. وقبل الجني وقبلت الجنية أن يكون الحكم في هذه القضية هو موضوع القضية، وتقدم العفريتان والأميران نائمان، فأثقلا نوم الأميرة وأيقظ الأمير، ففتح عينيه ونظر في السرير، فإذا الأميرة نائمة كأنها زهرة حالمة. يعني إيه اللي صحاني؟ البرج ده، الله، مين دي؟ وإيه اللي جابها هنا؟ وإزاي تنام جنبي على السرير؟ حاجة عجيبة، إيه اللي جابها البرج ده؟ حبسينها رخرة ولا إيه؟ وحبسينها ليه؟ مين دي؟ وحكايتها إيه؟ أنت يا اسمك إيه؟ يا سلام، إيه الجمال ده؟ ما شاء الله، سبحان الخالق المصور، فيه جمال بالشكل ده. يا ترى دي مين؟ هي اللي تقول لي هي مين؟ انت يا اصحي، يا اصحي، هي نومها تقيل كده ليه؟ تكونش دي اللي ابويا خطبها لي وانا مش واخد بالي؟ انا ما كنتش اعرف يا حبيبتي، لو كنت شفتك ما كنتش خلفت والدي. اصحي يا حبيبتي، كل ده نوم؟ انت عامله نايمه ولا نايمه بصحيح؟ ده انا قلبي جريح. انت مين؟ اسمك ايه؟ انا مش فاهم، انا هايم، صاحي ولا نايم؟ انا لابد بحلم، دي احلام. يا سلام، لكن ابدا، انا صاحي، دي ايدي ودي رجلي وده السرير والشمع، وانتي انتي انتي مين؟ حيرني امرك وسحرني حسني. مش عاوزة تصحي؟ طيب نامي، أنا هاخد الخاتم بتاعك ولبسك الخاتم بتاعي. يا حبيبتي، الخواتم دي هدية مني لك ومنك ليا، دي أمارة بيني وبينك. الخاتم بتاعي جميل في إيدك والخاتم بتاعك جميل في إيدي. الخاتم ده تذكار لأول لؤانا. يانا، أنا بنام ولا إيه؟ النوم كابس عليا كده ليه؟
اصحي. يا سلام، بصحيها وانا بنام. اصحي اصحي، قومي قومي. اهو نام تقل نوم. شفت يا ميمونة؟ اخسق يا لعين. يب 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 يب. انت ما شفتيش ازاي حبها وقعد جنبها وفضل يناديها ويتزلل ويناديها؟ شفت انت عفت نفسه ورقة حسه اللي ما لمسها اللي ما بسها ربنا صانه وبتوب العفة زانه. يا حلاوة لسانه يا حلاوة. ما انتش فاكرة اللي قاله؟ ماله؟ من وجده وحاله جراله اللي جراله وقال اللي قاله. انت سمعت اللي قاله؟ عرفت هي هتقول ايه اما نصحها له؟ نصحها له؟ استنى اما تقل نومه. استنى يا مخسوف. ما تاخدينيش حوف. اما نشوف. يلا اعمل برغوت واطلع اقرصها خليها تصحى من نومها. استخبي يا ميمونة. ها؟ عيني ايه اللي صحاني؟ القصر المهجور والسجن اللي الله، مين ده اللي نايم جنبي على السرير؟ يا ربي غريب نايم جنبي. انت مين انت؟ اصحى يا انت، اصحى قوم. كل ده نوم انت؟ يا سلام، ملاك ده ولا انسان؟ تبارك الرحمن. هو انت اللي خطبتني ومن ابويا طلبتني؟ انا ما كنتش اعرف يا حبيبي. لو كنت شفتك وعرفت صورتك ما كانش ابويا سجني ولا كان زعل مني. اصحى يا حبيبي، قوم يا خطيبي. انت نايم بصحيح ولا عامل نايم؟ ده انا قلبي هايم. انت مين يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ انا مش فاهمه، صحية ولا نايمه؟ انا لابد بحلم، دي احلام. يا سلام، لكن مش معقول الاحلام ما تبقاش جميله للدرجه دي. انا صحيه بتكلم، دي ايديا وانت قدام عينيا. انت مين انت؟ حيرني امرك وسحرني حسنك. مش عاوز تصحى؟ طب نام بسلام. انا حديك تذكار واخد منك تذكار. الخاتم بتاعك هاخده والبسك الخاتم بتاعي. اقلعهولك من صباعي؟ الله، ايه الخاتم ده؟ الخاتم بتاعي فين؟ وريني ايدك يا حبيبي. انت صحيت قبلي؟ طب ليه ما صحيتنيش؟ الخواتم دي هدية مني لك ومنك ليا، تذكار اول حب واخر حب، تذكار هوانا واول لقانا. احيانا انا بنام ولا ايه؟ النوم كابس عليا ليه؟ هو ده وقت نوم؟ قوم يا حبيبي، قوم اصحى قوم. كل ده نوم؟ قوم اصحى. ادي راحت في النوم. سمعت يا ملعون؟ وشفت يا ميمونة؟ حبيبي ولا حبيبتك؟ دي حاجة تحير. مين فيهم اجمل؟ الاتنين اجمل. يب 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 يب. هو قال لها كلام وهي قالت له كلام. وهو قلعها الخاتم وهي قبلت منه الخاتم. طيب يبقوا زي بعض يعني؟ مفيش حد احسن من حد. انت شعرفك انت بالجمال؟ وازاي تسمح لنفسك تتكلم في الجمال؟ وانا يا ميمونة من غير قلب؟ ليك قلب لكن عمري ما سكن فيه الحب. لكن انا بحب بدر البدور. الأمان الأمان يا بنت ملك الجان. أقسم براس جدي الملك طهمان اللي يرقب الفيل ويتعمم بالتعبان، لولا خاطر القمري
اللي نايمين لكنت عرضتك عرض وخسفت بيك الأرض. أهل السماح ملاح. اخسف. يب 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 يب. قوم يا ملعون، الفجر قرب يصح الكون. يلا شيل بدر البدور وطير على قصرها المعكور. غور بشويش عليها، اوعى تأذيها. يلا قبل النهار والنور غور غور. ولما أصبح الصباح وظهر بنوره ولاح وأضاء الوهاد والبطاح، تيقظ الأمير قمر الزمان فلم يجد أحدا في المكان، فنادى على السجان وقد جدد به الأشجان، فلما دخل السجان عليه تقدم الأمير إليه. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 86 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد، فعبق الجو بعبير جمالها كما تضوع بشذا خيالها، والملك بين يديها صاح سكران نائم يقظان، وهي توقظ شوقه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما أصبح الأمير لم يجد أحدا بجانبه على السرير، وتفقد الحبيبة المجهولة التي أثارت بغموضها فضولة، وقفزت إلى ذهنه عشرات الأسئلة وحارت حيرته في هذه المسألة. فمن هي هذه الروح الهائمة؟ وكيف تزوره وهي نائمة؟ وما معنى هذه الزيارة؟ وكيف اقتحمت سجنه وجاوزت أسواره؟ وأحس في دمه بدبيب حبها ووجد نفسه معلقا بها، فنادى على السجان وقد جدد به الأشجان، فلما دخل عليه اتجه الأمير إليه. تنده يا مولاي. تعال يا معتوق. مولاي، هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ ما انتش عارف مين؟ مش فاهم قصدك يا مولانا. انت بتعمل نفسك مش عارف ولا ايه؟ عارف ايه؟ بقولك هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ هم منبهين عليك ما تقوليش. اللي هم مين؟ ولما هم منبهين عليك ما تقوليش بدخلينها لي ليه؟ اللي هي ايه؟ ما انتش عارف هي ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا والله يا مولانا. انت عاوز تفهمني انها دخلت في السجن ونامت فيه وخرجت منه وانت واقف على الباب ومعاك المفتاح، ولا شفتهاش؟ باب ايه ومفتاح ايه؟ فضك من الكلام ده كله. قولي ايه هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ برضو حيقولي اللي هي مين. طب بلاش راحت فين، تقدر تقولي اسمها ايه؟ انت تعبان يا مولانا الامير. ابويا هو اللي امركم تدخلوها عليا. انا واقف على الباب يا مولاي الامير طول الليل والمفتاح ما سبتوش من ايديا. يعني مفيش فايدة معاك. انت عاوز ترتاح يا مولانا. انت مش عاوز تريحني. ده انا اشتري راحتك بعمري. طب قولي ايه مين الصبية اللي كانت نايمة جنبي؟ سلامة عقلك يا مولانا، ملهمش حق يحبسوك يا مولانا. انت فاهم انك تقدر تخدعني؟
انت مش قادر تصدق. انت هتجنني. انت سبت الباب؟ ما سبتوش. انت هتقول لي ولا لا؟ ارحم شبابك يا مولانا. كلمه واحده. لا حول ولا قوه الا بالله. ان ما كنتش هتقول هرميك في البير. مولانا انتوا ما تجوش الا بكده. مولانا البير، البير ده معمور. اسمها ايه؟ اعمل معروف يا مولانا. اعمل معروف. اعمل معروف. اعمل معروف. البير، البير ده معمور. تقول؟ طلعني يا امير، البير معمور. تقول؟ اقول يا مولانا. اسمها ايه؟ طلعني وانا اقول. تعال خد. امسك جامد. ايوه. هات ايدك. تعال استنى هنا. قول لي اول، عاوز اعرف حكاية الصبية دي ايه؟ سلمان، سلمان الحارس هو اللي يعرف كل حاجة. جه هو الوزير وبعدوني على الباب وخدوني المفتاح امبارح. انا هجيب لك سلمان. تعرف لو تكون ناوي تهرب مني؟ ازاي؟ اوعى تغيب علي. انا هرجع حالا. ربنا ما يضركش يا مولانا. ربنا يشفيك يا مولانا. ربنا يهديك يا مولانا. ازاي الكلام ده يا معتوق؟ يمكن حلم شافه يا مولانا. هو السجن يعمل كده؟ شوف يا مولاي رقبتي، شوف رمني في البير وعاوز يموتني لولا اني فهمته اني هجيب له سلمان يقول له ما كانش طلعني. سامع يا وزير. خليك انت يا مولانا، انا هعمل كل حاجه. انت شايف حالتي ازاي؟ اطمئن يا مولانا، انا هجيبه معايا. ربنا ويانا. امر الزمان، امر الزمان. يا مولانا الأمير، ما تتعبش نفسك يا وزير. استنى هنا. إيه؟ أنت مش خارج من هنا إلا إذا كنت تقول لي اسمها. بقول لك يا مولانا مفيش بنات ولا صبايا، أما دي حكاية. طيب ولما أنتوا مش عاوزين تقولولي ليه مدخلينها لي؟ طيب طيب يا مولانا، الصبية دي حكايتها إيه ومدخلينها عليا ليه؟ طيب طيب بس حاسب يا مولانا. ما تلفش معايا. طيب طيب بس سيب العباية، أنا هقول كل حاجة. البنت اللي بتقول إنها كانت نايبة جنبك، إذا كان حبها قلبك أقوم أبلغ الملك يجي يكلمك عنها، علشان هو اللي بعتها. وبعتها ليه؟ بعتها لك علشان خاطبها لك. طب ومستني إيه؟ قوم بلغه، قل له المريض نفع معاه العلاج ورضي بالزواج. حالا يا مولانا. اوعى تغيب علي. ده احنا هنرجع حالا. ربنا ما يضركش يا مولانا. ربنا يشفيك يا مولانا. ربنا يهديك يا مولانا. وخرج الوزير من عند الأمير وقد هاله ما أصابه واستفزع مصابه وتعاظمه الأمر وأخذه الزعر واعتقد أن السجن غال المسجون وأصيب الأمير بالجنون في هذا البرج المسكون. بينما اعتقد الأمير أنهم يعرفون الحقيقة وأنهم لسبب لا يعرفه يخفونها بهذه الطريقة، وإلا فكيف دخلت أميرة أحلامه وزارته في منامه ثم تركته لآلامه وأوهامه؟ ولم يصدق الأمير نفسه وهو يسمع قمر الزمان، وجزم أن مسا أصابه من الشيطان، وحاول إقناعه فأظهر الأمير امتناعه وتطاول على الوزير وأهانه وأغلظ له في المقالة ورد جوابه وأعاد سؤاله. وعندئذ أسرع الوزير بهذا النبأ الخطير ليخبر الملك شهرمان بما حدث لابنه قمر الزمان. الله،
كأن الكلام ده صحيح. أنا آسف يا مولانا إلا بلغ خبر زي ده. ابنيت قمر قمر الزمان ومستنيين إيه وسايبينه في السجن ليه؟ ابني ابني ابني. ابدا يا ولدي انت بتشك في عقلي. النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده السبت ومبارح كان الجمعه وبكره الحد واحنا في شهر سيوان وقبل منه ايار ونيسان وبعده تموز واب وايلول. انت فاهم اني مجنون. امال صبيه ايه يا ابني؟ كانت نايمه جنبي. يمكن كنت بتحلم يا قمر الزمان. لما واحد يحلم انه كان بيحارب بالسيف بتاعه يقوم من النوم يلاقي السيف متعاص دم. مش ممكن. انا خدت الخاتم بتاعها قلعتهولها من صباعها ولبستها الخاتم بتاعي وقمت من النوم لقيت الخاتم ده في صباعي. عجيبة. اتفضل تقولوا ايه في دير اخرى؟ دي حاجة مش مفهومة بالمرة. انا مجنون وكذاب. الخاتم ده راخر كذاب. وازاي دخلت السجن وازاي خرجت منه؟ ازاي محدش يشوفها وازاي تيجي وهي نايمة؟ انا حياتي بقت في ايدها. انا ما اتجوزش غيرها. اذا كنا ما نعرفش حاجة عنها. حبيبتي الوحيدة اللي زارتني وانا في سجني. حاجة عجيبة. محدش يعرف اسمها وايه جنسها. ما تبكيش ما تبكيش يا قمر الزمان. انت تقوم معايا دلوقتي على قصر الريحان وانا هجند الرجال والاعوان وما يسيبوش ولا مكان. والعبد بايده ايه؟ اهو نعمل اللي نقدر عليه واللي عند الله حلقيه. وعاش قمر الزمان 3 شهور كأنها 3 دهور. وعجز الملك شهرمان وفشل الرجال والأعوان وكذب المنجمون والكهان فلم يعثروا للحبيبة المجهولة على أثر ولا جاءه عنها خبر فاعتراه الضعف والهزال وأصبح مثل عود الخلال وزادت عليه الآلام واستبدت به الهواجس والأوهام إلى أن كان يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 87 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العفريت دهنش لما حمل بدر البدور وطار بها إلى قصرها المهجور حيث حبسها أبوها الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور وسبعة القصور. دخل العفريت القصر من شباكه الكبير ووضع الأميرة على السرير
وظلت الأميرة نائمة حتى أصبح الصباح وغمر بنوره الوهاد والبطاح. فصحت الأميرة وفتحت عينيها وتلفتت حواليها فلم تجد أمير أحلامها الذي زارها في منامها، فقامت تبحث عنه فلم تجد له أي أثر ولم تقف له على خبر. فنادت على القهرمانة التي تقوم على بابها سجانة، فلما دخلت عليها أسرعت الأميرة إليها. صباح الخير يا بنت. تعالي يا خالتي الحقيني. انت خوفتيني. قوليلي ايه هو راح فين؟ اللي هو مين بقى؟ ما انتش عارفة مين؟ مش واخدة بالي يا بنتي. اعملي معروف يا خالتي. قوليلي يا بنتي عاوزة ايه؟ تدليني عليه. اللي هو مين؟ عود الزان قمر الزمان حبيب قلبي كان نايم جنبي. ما تقوليش كده، احسن ما يفهموش ان ده هزار وياخدونا من الدار للنار. يعني مش عاوزه تقوليلي؟ اقولك ايه بس يا بدر البدور، شاب غريب يقدر يخش القصر المهجور وكمان ينام جنبك على السرير؟ ده كان ابوك الملك الغيور يخلي الدم بحور. ليه بس يا خالتي؟ ما طايطيش يا بنت. ارحميني يا خالتي، انتي شايفة حالتي. فين حبيبي؟ حبيبي قطعت قلبي، لا حول الله يا ربي. حبيبي ارجعي لعقلك يا بنتي، سلامة عقلك يا حبيبتي. انتي بتعذبيني، ارحميني. قوليلي انتوا وديتوا حبيبي فين؟ كل دي تهيؤات يا بنتي، اسم الله عليكي وحواليكي، رأيتك من عين أمك ومن عين أبوك ومن عين اللي شافوكي. يمكن صحيح بيتهيألي، لكن الخاتم في صباعي. انت كدابة كدابة. يا ندامة؟ أنا هخليها تبقى ندامة. ده انت يلا السلامة. انت هتقوليلي ولا لا؟ الله 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 الله، السيف، انت جننتي؟ يا خسارة عقلك يا بنتي. هتقري ولا لا؟ طيب. قولي. مفيش حد يا بنتي صدقيني. اخرسي. كده جرحتين. مفيش فايدة، لابد تقوليلي. الدم الدم الدم. انا هخلص عليك. وديته حبيبي فين؟ انا هجيبلك اللي يقولك. مين؟ ام مرزوان، هي اللي عارفة السر. انا هخليها لك تقر. انا عارفة ليه حبسوكي. ربنا يشفيكي، ربنا يهديكي، ربنا يشفيكي. ازاي الكلام ده يا كهرمانة؟ شوف الدم يا مولانا، كانت هتقتلني يا مولانا. مجنونة؟ مسكينة. أنا اللي مسكين، الدنيا كلها تطعني وبنت تخالفني وتيجي على آخر الزمن تتجنن لي، وأنا هخليها تتجنن بصحيح. انت ازاي يا بنت تتجنني؟ انا مش مجنونة. وكمان بتنكري؟ انكر ايه؟ هما كنت بتهزري؟ ازاي تعملي لك اردغانة وتقطعي دراع الكهرمانة؟ انا كنت بخوفها، هي اللي شالت دراعها، خلت السيف عورها. وتخوفيها ليه؟ علشان تقولي راح فين. اللي هو مين؟ حبيب العين. وكمان بتقوليها قدامي؟ انا هخليك تحرمي تتجنني يا غضبان. مولاي، جبت السلسلة الحديد؟ موجودة يا مولانا. عيدوها من ايديها ورجليها. مولاي انت مستني ايه؟ مفيش يا مولانا. حاضر يا مولانا. Thank you.
البدور، بدر البدور. مين؟ أنا مرزوان، ما تخافيش. ودخلت هنا إزاي؟ أمي قالت لي ما جانيش قلبي، أنت أخت من الرضاع ومعزتك عندي زي أخت اللي من لحمي ودمي. ساعة ما حكت لي أمي زاد همي وجت لك أجري. ودخلت القصر إزاي يا مرزوان؟ ضحكت على الكهرمانة وفهمتها أني من طرف مولانا. أنت ما تتصوريش مولانا زعلان قد إيه. زعلان من إيه؟ زعلان عليك. لو كان زعلان عليا ما كانش أيد إيديا ورجليا. ما هو فاهم إنك عيانة. وهم العيانين يأيدوهم. خايف منك عليكي أم أيد إيديكي ورجليكي. مسكين ليل ونهار يبكي وينيه. أنا معرض رقبتي جايلك عشان أشوفك وساعدك، بس قبل كل حاجة عاوز أشوف الخاتم اللي قلت عليه لأمي. أنت كمان مش مصدقني؟ كل الناس بتكذبني. اتفضل الخاتم أهو. بس أنا حقوم سواح لف الدنيا، إذا رجعت حقدم لك حبيبك هدية، وإذا ما رجعتش ابقى ترحمي عليا. مرزوان أشوف وشك بخير يا بدر البدور. أشوف وشك بخير يا مرزوان. بدر البدور يتجوز بدر البدور. ما هو آخر اللي ما كانش يداويها يروح فيها. يا ريتني كنت طبيب. وتعجز عن دواها. اللي يداويها يتجوز بنته، واللي ما يداويهاش يقطع رقبته. والحكاية دي هيمشيها؟ ادي احنا فيها. هو دخل مع الطبيب وزمانه جاي، ما عادش يغيب. هو الطبيب طلب مهلة كام يوم؟ طلب أسبوع، وانتهى الأسبوع ولا عرفش يدويها. الوقت يبان اللي فيها. يعني هيقتله؟ وإيه اللي يمنعه؟ حاجة ملهاش معنى. وطي صوتك، في حد بيسمعنا. مولانا الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبع أصول. دخلوا الطبيب. داود الطبيب، تعال هنا. مولاي، انت كنت طالب مهلة كام؟ معلش يا مولاي، اديني مهلة تانية وانا اضمن لها الشفاء والعافية. اذا كنت ما ضمنتش نفسك ولا ضبطت وقتك، منين هتضمن شفاها وتعرف دواها؟ اديني مهلة كمان اسبوع يا مولانا. انت طلبت اسبوع، لو كنت طلبت اتنين كنت اديتك اسبوعين. الطبيب اللي ما يظبطش وقته لا خير فيه ولا في طبه. انا ما كنتش اعرف ان ولما انت ما تعرفش بتعرض نفسك ليه؟ ما كنتش فاهم ان ولما انت مش فاهم ليه تعمل فاهم وتتعرض للأوادم؟ انت عارف الشرط ايه؟ الشرط ايه؟ لو ما عالجتهاش يجرى لك ايه؟ الله، الكلام ده جد؟ امال هزار؟ يا نهار. امال يعني كنت جاي عشان تشوفها؟ كنت جاي اعالجها. ولا عالجتهاش تقوموا تموتوني. ما انت كمان لو كنت عالجتها كان زمانك اتجوزتها. طب اديني كمان مهلة يا مولانا. ولا دقيقة يا غضبان. مولاي، خدوه اقطعوا رقبته وعلقوا راسه على السور. الله الله، مولانا شفاعة يا مولانا، شفاعة شفاعة. يكون معلوم للعموم ان اي واحد يداوي بنتي اجوزها له وتكون حلاله واعطيه نص ملكي، واللي يتعرض لدواها ولا يتممش شفاها تكون آخر أيام. وتسامع الناس في أنحاء الجزيرة بقصة جنون الأميرة، وعرفوا شروط أبيها ومكافأة من يداويها، فأذهلتهم المفاجأة وأغرتهم المكافأة، وتسابق المنجمون وتزاحم على بابها العرافون، وكل منهم يطمع أن يفوز ببدر البدور ويستولي على نصف ملك الملك الغيور، حتى إذا بان عجزه وغلبه يأسه قطع رأسه
وعلق على السور مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 88 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة بدر البدور بنت الملك الغيور كانت كأنما اشتقت من معدن الأنغام أو صيغت من مادة النور، فهي زهرة تغار منها الزهور وتحسدها العين الحور. سقاها الصبا ما سقاها وغسل الشباب محياها وشعشع الجمال حمياها، فلما تسامع الناس أن أباها جعل مهرها دواها لمن يعرف علتها ويتمم شفاها، فمن يطب لها ويرجع إليها عقلها ينال يدها ويمنحه أبوها نصف ملكه البعيد ويقاسمه في جاهه العريض. عندئذ ازدحم الطب على بابها والتقت الحكمة في رحابها، وكل طبيب يفشل دواؤه يقع عليه جزاؤه، ويأمر الملك الغيور فتضرب رقبته ويعلق رأسه على السور، حتى كسرت الرؤوس المعلقة وأصبحت حالة مقلقة، وامتنع المنجمون وأحجم العرافون وشح الأطباء وعز الدواء ولم تتماثل بدر البدور. ويائس الملك الغيور وأسلم نفسه للآلام، وكثر في المملكة الكلام إلى أن كان يوم من ذات الأيام منجم وحاسب يقرب المطالب يظهر العجايب فين المطلوب وفين الطالب، منجم وحاسب يقرب المطالب يظهر العجايب فين المطلوب وفين الطالب. انت يا راجل انت اللي بتزعق هناك، يتمم هناك وتبلغ هناك. انت كاهن من الكهان، فيه عندكو واحد عيان. طب اهرب من هنا بالعجل قبل ما يوافي الاجل. منجم وحاسب يظهر العجايب يقول عاللي حاضر ويقول عاللي غايب. انا نصحتك بعدين هتضيع رقبتك. يقرب المطالب فين المطلوب وفين الطالب. ده انت لسه صغار ليه ترمي نفسك في النار. العمر بيد الله وكل ده ربنا خلق دواه. شيء عجيب الظاهر انك غريب. كلنا في الدنيا اغراب اولاد اغراب وبيوتنا بتستنانا في التراب. انت ما تعرفش الحكاية ولا ايه؟ حكاية ايه؟ الملك بتاعنا الملك الغيور ليه بنت اسمها بدر البدور، اتجننت وجننت ابوها معاها جعل مهرها دواها، واللي يجي يدويها ولا يعرفش يدويها يروح فيها. بص بعينك للصور. الله دي ادمغة ميتين وانت الصادق مقتولين. والروس دي بتاعت مين؟
دي روس المنجمين اللي معرفوش دواها فين، 39 وراسك هتكون 40. فين الراجل المنجم اللي توه بينادي؟ انا اهو يا سيادي. تعال يا راجل. اهو جالك القضى العاجل. تعال يا راجل معايا، امشي وراي. النهاية. انت عارف اللي بعت لك مين؟ مين؟ الملك الغيور، عشان تداوي بدر البذور. الدواء من عندنا والمداوي ربنا. تعال من هنا، زال عنك السوء والعناء. استنى هنا، الطبيب المنجم. الطبيب المنجم. انا المنجم. تعال يا راجل اتقدم. المنجم يا مولانا. اهو سد خانة. تعال، في عندنا واحدة عيانة. قبل كل كلام التحية والسلام، وإذا كان على العيانين ربنا هو المعين. والله بتعرف تتكلم، إياك تكون كده وإنت بتنجم، لكن إنت لسه شباب. الحكمة ذات نفسها شباب، عمرها ما تشيخ ولا تبقى تراب، ولكل أجل كتاب. يا خسارة شبابك، إيه بس اللي جابك؟ العبد بيسعى لظروفه وظروفه بتسعاله، وكل واحد مكتوب له اللي حيجراله. في عندنا واحدة عيانة، ربنا ويانا. إذا داوتها هقدم لك إيد بنتي، وإذا عجزت أقدم لك أنا رقبتي. راجع نفسك يا ابني، أنت خسارة. أنا عملت استخارة. خلاص، ذنبك في رقبتك وانت وبختك. خدوه على القصر المهجور ودخلوه على بدر البدور. بدر البدور. كلميني يا بدر، ردي عليا. انت راخر طمعا فيا. انا اللي دواكي في ايديا. مسكين، يا ما راح قبلك منجمين. طب بس بصيلي. سيبني، اوعى تلمسني، سيبوني في حالي، كفايه اللي جرالي. انا طبيبك. طبيبي حبيبي. انا حبيبي. مخدوع في نفسك واخرتها حطين رقبتك. طب بلاش تبصيلي، اقبلي مني هديه. انت زودتها شوية. شوف الهدية. الله، الخاتم فين هو؟ الله، انت هو، هو انت. انا يا بدر البدور. حبيبي. حبيبتي. الله، احنا بنعيط يا بدر البدور. وازاي عرفت مكاني؟ مرزوان هو اللي هداني. مرزوان؟ لكن ازاي قدر يتوصل اليك مرزوان؟ ارادة ربنا فوق ارادة الانسان، والمكتوب لابد يبان. حبيبي. حبيبتي. لكن انت. انا ايه؟ انت مين يا حبيبي؟ انا الطبيب. الطبيب اللي كان حيران عليكي لما ربنا هداني اليكي. سنتين يا بدر من ليلة ما زرتيني ما دقتش النوم عيني. حبيبي. روحي كانت هايمة حواليكي وانت نايمة. لكن ازاي نتقابل وانت نايم؟ ونتبادل الخواتم، وام النوم ملاقيش الخاتم بتاعي، ولاقي الخاتم ده في صباعي. دي حاجة ولا في المنام. لولا الخواتم دي كنت فهمت انها احلام. يا سلام. قولي يا حبيبي. الملك الغيور. ابويا. انا بالاول قلت لك انت خسارة. اديله اول البشارة. بشارة؟ الله، بنتي بدر، حبيبتي، انت طبتي. الحمد لله، ربنا عالم. ما انا جبت لها الخاتم. خاتم ايه؟ الخاتم بتاعها اللي كان في صباعها، ما كانتش الطيب الا اذا جابه لها الطبيب. اتفضل يا مولانا. خليه، الخاتم ده اجرة علاجك وهدية زواجك. انت رجعت لي بنتي، حلال عليك بنتي، ولك كمان
نص ملكي. يا خدم، يا حشم، يا جواري، يا عبيد، أقيموا الأفراح والليالي الملاح. انت يا ابني لك معانا سنتين، فاتوا زي ما يكونوا يومين. ايه اللي حصل مننا يا ابني؟ كل خير يا عمي. انا شفت ابويا في المنام بيندهلي، فلو كنت تسمح لي. بدر البدور قالت لي. مش هتسمح لي يا عمي. انا ما اقدرش امنعك يا ابني، انا حضرت لك الهدايا. وبدر البدور معايا. وهي تقدر تعيش من غيرك؟ كتر خيرك. طريق السلامة يا ابني. الله يسلمك يا عم. وجهز الملك الغيور لابنته بدر البدور قوافل الخيل والجمال تنوء بما عليها من الأحمال، وأعد من الرجال فيالق تحمل البيارق وتنقر الدفوف وتلعب بالسيوف. وعندما بدأ الركب المسير بالأميرة والأمير، خرج الملك معهما وسار في توديعهما، ولم يزل بهما حفيا 3 أيام سوية، ثم عاد في حرسه وأرخى عنان فرسه وفي نفسه لوعة وفي عينيه دمعة. ولم يزل الأميران يسيران مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 89 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد فجلست إليه وجعلت تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير قمر الزمان ابن الملك شهرمان خرج لزيارة أبيه في موكب ليس له شبيه، ومعه زوجه بدر البدور بنت الملك الغيور. وظل الموكب بهما يسير، وفي كل مرحلة يأمر الأمير فتضرب الخيام وترفع الأعلام، وينزل الأميران بهذا المكان ريثما تأخذ الأميرة راحتها ثم تستأنف رحلتها. وفي مرة من المرات مروا بمرج كثير النبات، فنزلوا على هذه الأعشاب وضربوا الخيام ورفعوا القباب، ودخل الأمير على الأميرة في قبتها فرآها نائمة والقهرمانة في حراستها، فخفض صوته وأمسك لسانه وأشار إلى الكهرمانة. سيبيها نايمة، ما تصحيهاش يا كهرمانة. مسكينة تعبانة. هانت، ما
ما عادش كتير. ربنا يهون العسير. الله، انت بتعملي ايه؟ ده النطاق بتاع ستي بدر البدور معقود على فص مسحور. فص مسحور ايه؟ الله، انت هتعمل ايه؟ اما شوف ده ايه؟ انت بتفكه ليه؟ ما تفكوش ما تفكوش. ايه الفص ده؟ ما تطلعوش ما تطلعوش. ده عليه كلام منقوش. ما تقرهوش ما تقرهوش، ده سر ما تكشفوش. لو سلطت الفص ده لنور الشمس وبصيت فيه هعرف اقرا اللي عليه. بلاش يا امير بلاش. الله، ده عليه صوره صوره. الله 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 الله. ايه هي خطفته؟ طير نزلت من السماء وهجمت عليا، خطفت الفص من ايديا. استنى يا امير استنى، ما تروحش وراه. اما اجيب الفص قبله، انا معايا القوس والنبله. ما تعيطيش يا أميرة. أنا بقيت في حيرة، ده تالت يوم والأمير مرجعش، لازم افترس وحش. انت يا بنتي تعبانة، دبريني يا كهرمانة. التدبير لله يا بنتي. أعمل إيه يا خالتي؟ إحنا يا بنتي لو انتظرنا هنا أكتر من كده هيعرفوا إن الأمير مختفي ويقوموا علينا زي اللهو الخافي. أنا خايفة يا كهرمانة. ربنا ويانا. انتي تقومي دلوقتي تلبسي هدوم وتركبي حصانه واخد انا مكانك وانتي تاخدي مكانه. ما هم يعرفوني يا خالتي. ابدا يا بنتي، من حسن بختك صورته زي صورتك. وصوتي. ما تتكلميش كتير. ونسيب الامير. قمر زمان، انت فين دلوقتي يا قمر؟ حياتي وحياتك متوقفين على صبرك وثباتك. نسيب الأمير ونمشي لوحدنا. لو قعدنا هنا هينكشف أمرنا وينفضح سرنا. خدي ادي العدمة وادي العمة، اعملي لك همة. كان منايا. البسي العباية وادي الحزام واعملي لك لتام. يا سلام قمر الزمان القاطع الناطق، القد هو القد والخد هو الخد. قمر الزمان شد حيلك، اليوم ده يومك. الوقت مفيش حد يعرفنا، دموعك بس هي اللي هتكشف. خلاص يا خالتي ما تشك، بلغيهم ان الامير امر بالمسير، خلي الرجال يشدوا الرحال. في الحال قولي لأتباعه يجيبولي الحصان بتاعه. الأمير أمر بالمسير، شدوا الرحال على الخيول والجمال. يا مولانا الأمير احنا تايهين. ادي احنا ماشيين. وبعدين المقدر يكون وكل شدة تهون. بقالنا خمس أيام ماشيين ومش عارفين السكة منين. أنا عارف السكة دي تودي فين. الزوادة يا مولانا، المية شحت ويانا. وفروا كلامكم، أنا عاوز تشدوا حيلكم. بصراحة إحنا مهددين يا جماعة، مفيش قدامنا غير الصبر والشجاعة. أمرك يا مولانا. شدوا حيلكم ويانا. الله مولانا. إيه؟ شوف يا مولانا، دي بلد دي ولا ايه؟ امال القبب اللي باينه دي ايه؟ بلد بينا عليه. دي مدينه ربنا عالم بينا. شوف الناس واقفين قدامها قد ايه. هم واقفين كده ليه؟ لحسن يكونوا واقفين لنا، بخت حد يقول لنا. احنا قربنا عليهم. شوف رافعين السيوف في ايديهم. احنا ما عملناش حاجه فيهم. مين ده السعيد اللي جاي من بعيد؟ هم بيقولوا لنا. هو في حد غيرنا؟ مين ده السعيد اللي جاي من بعيد؟ افتحوا طريق الأمان للأمير قمر الزمان. وأمير كمان؟ أمير؟ طلع أمير. امسكوا حصان الأمير. مبارك يا أمير. مبارك يا أمير. مبارك يا أمير. هم على إيه بيباركولنا؟ يمكن علشان وصلنا. مبارك يا أمير. مبارك يا أمير. مبارك يا أمير. الله يبارك فيكم. اتفضل يا أمير. شوف جمال الأمير، دي الأميرة لما تشوفه حطير. أنا مش فاهم إيه حكاية الأمير. ده أنت حظك كبير. إحنا اللي حظنا كبير. اتفضل يا أمير. اتفضل يا أمير. اتفضل يا أمير. على فين يا أخوانا؟ على الملك بتاعنا.
اتفضل يا أمير. ده أنا عقلي حيطير. للدرجات دي فرحان؟ أنا كمان فرحان، والأميرة كمان فرحانة، ولا أنت مش ويانا؟ ده الأمير شرف حدانا. حلمك يا مولانا. اسمك قمر الزمان؟ أيوة. شيء جميل. وولدك الملك شهرمان؟ أيوة. أمير وأصيل وشكلك جميل. يا سلام على كرم ربنا، ده السعد جالنا لحدنا. الحقيقة يا مولانا الأمير لايق ليها، وهي لايقة له من الأزل مكتوباله. مبارك يا أميرة. مبارك يا أميرة. مبارك يا أميرة. ده أنا في حيرة، ما تفضوها سيرة، أنا مش فاهم الحقيقة. الحقيقة اتحققت النبوءة. نبوءة إيه؟ أمال أنت فرحان ليه؟ أنا مش فرحان، أنا حيران. ولا هي مش عجباك؟ اللي هي مين؟ بنتي الأميرة. تعالي يا حياة النفوس، سلمي على الأمير أمر الزمان. أهلا وسهلا. اقعدي يا بنتي. الأميرة والأمير الشمس والبدر المنير. اسمح لي يا مولانا، أنا مش فاهم حاجة. إزاي مش فاهم؟ أنا مش عارف أنا فين، من ساعة ما قابلوني أخدوني في رواية، مش عارف إيه الحكاية. بقى ما انتش عارف يا أمر الزمان، ده انت لما تعرف هتفرح كمان وكمان. انت يا ابني في مدينة الأبانوس، وأنا الملك أرمانوس، ودي بنتي حياة النفوس. يوم ما تولدت من 17 عام شفت منام ما سألتش عنه، وتاني يوم نفس الحلم شفته، وتالت يوم جاني في النوم حلم واحد بيجيني 3 أيام في المنام. وبعدين؟ المنجمين قالولي ما يتفسرش حلمك إلا إذا جوزت بنتك لأول إنسان وآخر إنسان يجي من سكة الغيلان. سكة الغيلان دي إيه؟ اللي جيت منها يا أمير، محدش دخل فيها وخرج منها غيرك أنت يا أمر. إحنا كنا مصدقين. يا وزير هات المشير وعدوا عقد الأمير. استنى يا مولانا، أنا أنت إيه؟ مضطرب ليه؟ هو الفرح يعمل كده ولا ايه؟ تجوزوني ازاي؟ أمر مولاي، انا ما اتجوزش. ما تتجوزش. ما اقدرش. حياة النفوس بنت الملك أرمانوس. حد يطول، مش معقول. اعملوا معروف. الامير مكسوف. ده انا ميت من الخوف. مكسوف. ميت من الخوف. ما تخافش يا قمر الزمان، انت وصلت لبر الامان. نادوا على الجعان والعطشان. مولانا أقيموا معالم الزينة. مولانا مولانا مولانا. لم يخطر ببال الملك أرمانوس أن ذلك العروس الذي زوجه من بنته حياة النفوس ليس إلا بدر البدور بنت الملك الغيور، وما جرى له على بال أنها امرأة متنكرة في صورة الرجال، فأتم عقد زواجها في الحال، وتحققت أعجب صورة، وتزوجت الأميرة من الأميرة. فلما كانت ليلة الدخلة أقيمت لهما أجمل حفلة، ثم انفض الأهل والخلان وخلا بنفسيهما الزوجان. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 90 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان.
بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة بدر البدور بنت الملك الغيور لما فقدت زوجها قمر أثناء السفر وخافت على نفسها من الرجال فلبست ثوب الرجال وتنكرت في صورة الأمير وأمرت الرجال بالمسير وكانت الأميرة تشبه الأمير في الصورة فلم يلحظوا غيابه ولم يعرفوا ما أصابه وظلت الأميرة تضرب بهم في الصحراء على غير اهتداء حتى تاهوا في البطحاء ونفد الزاد وقل الماء وأوشك القوم على الفناء حتى لاحت لهم مدينة الأبانوس وأخذوها إلى الملك أرمانوس ليزوجها من بنته حياة النفوس وقهقه القدر وسخر الزمان فالتقت المرأتان حياة النفوس في أتم زينة وبدر البدور مطرقة حزينة وطال بينهما الصمت ومر عليهما الوقت وعندئذ تقدمت حياة النفوس إليها والخجل يصبغ وجنتيها. أمر الزمان، حياة النفوس، أنت قاعد كده ليه؟ بس أقولك إيه؟ ما تقولش حاجة، أنا عارفة قلبك يا حبيبي. مكتوب لي ونصيبي. حبيبي، أنت ليه ما بتكلمنيش؟ مش قادر أتكلم. يا حبيبي، للدرجة دي؟ أنت حياتي وأنت مرادي، ماليش غيرك، أنت مناي. كفاية يا دنايا، قلبك رقيق للغاية، تعال جنبي أفتح لك قلبي. آه يا قلبي. سلامة قلبك يا حبيبي. أمر الزمان، حياة النفوس، كلمني، طمني، بوسني. ها؟ إيه؟ مفيش. طيب ليه ما بتبوسنيش؟ أبوسك. هو يبقى كده أنت ما بتحبنيش. أنا ما بكرهكيش. يعني ما بتحبنيش؟ أنت ما بتحبنيش. ما تعيطيش. وليه رديت بيا؟ أنت ضحية وأنا زيك ضحية، أنت صعبانة عليا، جمالك ده. أيوة كلمني كده، ما تشمتش فيا العيد. حبيبي روحي، كلمة واحدة منك تحيني، قولهالي. آه يالي. قولهالي يا حبيبي. أنت بتفكري في إيه وأنا بفكر في إيه؟ أنت بتفكر في واحدة تانية. صعبانة عليا. أنت قلبك مش ليا، بتحب واحدة تانية. أبدا أحلفلك، وعمري ما حبيت واحدة في حياتي. إذا كنت أحب واحدة تبقى أنت، مفيش غيرك، بس حب تاني. أنا عارفة أنك خيالي، خدني معك في الحب التاني اللي كله معاني الروحاني. آه ياني. أنتي ما أنتش فهماني. أبدا يا حبيبي، أنا فهماك وطايرة معاك على هواك. خد ايدي حبيبي، خدني يا حبيبي. يا حستي. يا ندمتي، في واحد يقول يا حستي؟ انا مش واحد. وانا كمان مش واحدة، احنا الاتنين نبقى واحد. خيالك اللي سحرني وجمالك اللي فاتني وروحي. ابعدي عني. انت بتخوفني. ابعدي عني. انت بتطردني، انت بتكرهني، انت واحد ما بتحبني. قلتلك مانيش واحد، انا مش واحد. امال انت اتنين؟ أنا مش راجل. معلومة أنتش راجل، أنت وحش، أنت سافل. أنا واحدة زيك، أنا مش راجل. أنت بتقول إيه؟ أنا زيك بنت. أنت اتجننت يا مسعود، يا مسعود. استني يا أميرة، أنت ما أنتش فهماني، مش مصدقاني. أنا برهنلك أنا بنت زيك، شوفي أدي شعري. الله، وأدي هدومي. إزاي الكلام ده؟ أنا وليا، استري عليا. انا بعد ما عرفت حقيقتك هقطع لك رقبتك يا مسعود. اسمعي اول حكايتي وبعدين بقطعي رقبتي. ايه حكايتك؟ انا بدر البدور، وابويا الملك الغيور،
وحبيبي قمر الزمان ابن الملك شهرمان زارني في المنام وجمعتنا الأحلام وحققتها الأيام. وبعد ما تحققت أحلام حبي واتطمن قلبي رجع الزمان غضربي وخطف حبيبي مني وبعده عني. مات؟ قلبي بيقول لأ ودموعي بتقول آه. وعامله في نفسك كده ليه يا بنت الملوك؟ عامله إيه؟ عاملة راجل ومسمية نفسك قمر الزمان. الحرس اللي معانا ما كانش له أمان. تصوري اللي جايبينهم يحرسونا لو خدوا علم كانوا قاموا علينا وافترسونا. انت هست فرصة اني اشبه له ولبست هدومه بقى شكلي شكله وعملت نفسي أمير وأمرتهم بالمسير وتهنا في الصحراء وجرالنا اللي ما يجرى. لما ربنا خد بيدي وجينا البلد دي وخدوني لابوكي وبعت اللي جابوكي وعقد عقدي عليكي انا بين ايديكي وحياه عينيكي ارحميني انا غريبه مليش حد. دي حكايتك ما تضحكيش يا متر البدور. استري عليا انا وليا. انتي في عناي انتي اختي يا حبيبتي. ما تعيطيش ما تعيطيش يا بدر البدور. ما تعيطيش انتي يا حياة النفوس. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا عمي. مبارك يا بنتي. الله يبارك فيك يا والدي. حياة النفوس أمر الزمان مبارك يا ولادي. الحمد لله اللي شفت جوزك في حياتي. ربنا يخلي لي مراتي. ربنا يخليك يا جوزي. الله يحفظكوا يا ولادي. تعالوا هنا جنبي فرحوا قلبي. تعال يا جوزي. تعال يا مراتي. الله يحفظكوا يا ولادي. ما اشعرش ان ربنا تمم عليا الا لما اشوف ولادكم بعناية واشيلهم على ايديا. اولاد مين؟ انتوا الاثنين. احنا الاثنين. ربنا يحفظكم يا ولادي. بدر البدور ارحمي نفسك يا حبيبتي. قمر الزمان. بدر البدور بقالنا مع بعض 5 شهور وانتي دمعك بحور. الحزن ده ملوش نهاية. وانتي ذنبك ايه وياي؟ قومي معايا. انتي ليكي ايه في البحر؟ ليل ونهار واقفة في شباك القصر عمالة تطلي للبحر. هما فاهمين انك اتجوزتي. انتي ذنبك في رقبتي. ما تقوليش كده يا اختي. واخرتها بكرة ربنا يفرجها. يا امير عصرك. الله. يلي بتبص للقصر. ايه ده؟ اكبر بخاطري ويشتري مني مركب بقاله سنين جاي من بحور الصين. الحرير الهندي المكاحل العاج الكحال المراهم الادهان البهار العطور العود القاقلي التمر الهندي الزيتون العصافيري. الزيتون العصافيري اشتريهولك؟ ابدا ابدا. ازاي يا حارس؟ خدوا الزيتون اللي في المركب كله وادوا للريس ثمنه. الله انت عملتي كده ليه؟ وفيها ايه؟ انت اختي. ارحمي نفسك يا حبيبتي. جوزنا المزيف ده مانع جوازك وسعادتك. وانتي مولانا الامير. مالك في ايه؟ الزيتون اللي اشتريناه لقيناه جواهر. الطبقه اللي فوق هي الزيتون وفي وسط الجواهر لقينا فص مكتوب عليه اسم مولانا. فين؟ اهو. الله الفص اللي خطفه الطير. فين الريس؟ موجود. هاتوه. ادخل يا راجل. انا والله ما عملت حاجه. فين الراجل صاحب الزيتون ده؟ ده واحد غلبان بيشتغل في بستان. فين؟ في طبرستان. المركب بتاعتك فيها بضاعه بكام؟ فيها بضايع ب5000. يا حارس. مولاي. انقلوا كل البضاعه اللي في المركب. البضاعه بتاعتك رهن عندي تجيب صاحب الزيتون تاخدها.
ما تجيبوش هتروح فشوش. بس يا مولانا. مفيش كلام، انت تسافر اوان وترجع بسلام. ورجع الريس الى طبرستان وبحث عن البستان حتى التقى بقمر الزمان، فأخبره أن أمير مدينة الأبانوس زوج الأميرة حياة النفوس أخذ كل ما في السفينة وجعله عنده رهينة حتى يعود به إلى المدينة، وركب معه قمر الزمان وسارت السفينة في أمان. فلما رست السفينة على شاطئ المدينة جعلوا يتسابقون ومعهم صاحب الزيتون حتى انتهوا إلى بدر البدور وهي في ثوب الرجال، فاستقبلتهم في الحال وطلبت قمر الزمان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 91 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن بدر البدور لما رأت الفص المسحور عرفت أن زوجها حي يرزق، وأن أملها موشك أن يتحقق. وعندئذ نقلت كل ما في السفينة وأخذته عندها رهينة، وأمرت الريس أن يرجع إلى طبرستان ويبحث عن هذا البستان ويحضر لها قمر الزمان. فلما رجع الريس إلى طبرستان والتقى بقمر الزمان أخبره أن أمير مدينة الأبانوس زوج الأميرة حياة النفوس يريده أن يشخص إليه في الحال، وأنه رهن على ذلك كل ما في السفينة من المال، وأخذ معه الأمير وجد في المسير حتى رست السفينة على شاطئ المدينة، فغادروا البحر وأسرعوا إلى القصر، ولم يطل وقوفهم بالباب إلا ريثما أذن لهم الحجاب، ودخلوا على بدر البدور وهي متنكرة في صورة أمير وقد جلست على السرير، وإلى جانبها حياة النفوس أميرة مدينة الأبانوس. فلما دخلوا عليها وتقدموا إليها إذا حبيبها بينهم واقف، فتجاهلت تجاهل العارف. انت جيت يا ريس؟ امال فين الراجل بتاع الزيتون؟ موجود اهو يا مولانا الامير. انت يا ريس راجل كويس وفيد بشرطك، روح استلم بضاعتك. استنى انت يا راجل يا بتاع الزيتون، اتفضل انت يا ريس. تعال هنا يا راجل، اتقدم كلم الامير. الله، في ايه بتبصلي كده ليه؟ مفيش يا مولانا الامير، انا عقلي راح يطير. تعال هنا. انت انا ايه مالك؟
ايه اللي جرالك؟ انت يا راجل بتبص للامير كده ليه؟ بس اقول ايه؟ انت قصدي يعني عاوز تقول ايه؟ انت انا انت انا انا انت انت عاوز تقول ايه؟ انت متجوزه الامير ده؟ ما تبقاش سخيف كده. انت متاكده؟ الزم حدك واتكلم على قدك. يخلق من الشبه 40. شبه مين؟ مفيش مفيش يا امير، بس اقدر اعرف انت بعت لي ليه؟ عاوز مني ايه؟ مفيش، انا سمعت ان اسمك قمر الزمان وانا اسمي قمر الزمان كمان. ايه هو اللي كمان؟ انا لما لقيت اسمي على اسمك حبيت اندهلك واسمع حكايتك. وحكايتي تهمك؟ انا عاوز اسمع منك. انا تحت امرك. ابتدي لك حكايتي منين؟ انت يا راجل منين؟ ملكش اهل؟ ملكش زوجه؟ زوجه؟ بدر البدور. مين بدر البدور؟ بنت الملك الغيور. يا ترى انت فين يا بدر البدور؟ وايه اللي خلاك تفوتها؟ انا ما فوتهاش، الزمان اللي جمعنا هو اللي فرقنا. دخلت عليها وهي نايمه، لقيت على النطاق بتاعها فص، جيت احطه في عين الشمس ولسه ببص نزلت عليا طيره خطفته من ايدي. جريت وراها، لا تبعد عشان اسيبها ولا تخليني امسكها، وفضلت اجري وراها بالمشوار لما راح النهار. وحبيت ارجع ما عرفتش ارجع، وتهت في الصحراء. ده اللي جرالي عمره ما يجرى. وبعدين فضلت امشي وانا تعبان جعان عطشان، لما وصلت طبرستان ولقيت راجل عجوز بيشتغل في بستان. قعدت معاه واشتغلت وياه، وفي يوم وانا بضرب بالفاس في الارض لقيت الفاس صد. ببص بعناية لقيت حلقة، بشدها لقيت تحتها كنز دهب دهب. طلعت اجري على الراجل اللي شغلني. عمي عمي. ايه مالك يا ابني؟ كنز دهب دهب يا عمي. سمي يا ابني سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلال عليك يا ابني، انا بقالي هنا 60 سنة ما بدليش اللي بدالك. دي حاجة مقسومة لك. دي حاجتك يا عمي. ابدا، دي اسمتك يا ابني. قوم قوم خبيها لما يأذن ربنا وتسافر بيها. وفضلت شهور وأيام لما جت مركب لحد طبرستان، وقمت اشتريت زيتون وغطيت بيه الجواهر ونقلتها المركب، وقلت أسافر. ورحت أسلم على صاحب البستان، لقيته تعبان بيموت، ما خلصنيش أفوته في ساعة موته. وفضلت جنبه لما ربنا خد سره، وقمت دفنته. ورحت المركب لقيته سافر وخد معاه الزيتون والجواهر. رجعت البستان وانا حزنان، وشهر والتاني ولقيت الريس جاني وفضل يترجاني، وخدوني معاهم في السفينة لما وصلنا المدينة. آدي حكايتي وآدي روايتي. وما تعرفش بدر البدور جرالها ايه؟ بدر البدور ما تحكيله يا أمير. بدر البدور بعد انت ما فتها وجريت ورا الطيرة وسبتها قعدت تستناك كتير. وش عرفك انت يا أمير؟ اش عرفني؟ هو في حاجة تفوتني؟ انت تعرف فين هي؟ طول بالك عليا. انت بعد ما سبتها هي خافت على نفسها، لبست هدومك وعملت نفسها امير وامرتهم بالمسير، وفضلوا تايهين لما وصلوا للبلد دي. البلد دي؟ البلد دي. وفين هي؟ طول بالك عليا. لما الاميرة حصلت البلد دي وهي لابسة لبس الرجال، الناس قابلوها وعلى الملك خدوها وقاموا جوزوها. جوزوا بدر البدور؟ جوزوا بدر البدور. ومين ده اللي اتجوزها؟ قول مين دي اللي اتجوزتها؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هو ده كلام تحكوه؟ ليه؟ الست تتجوز ست زيها، ده اللي حصل لها. وازاي ما ينكشفش سرها؟
عشان سرها عند اختها. انتوا بتسخروا مني، سيبوني الحزن بدر البدور. انت مش مصدق يا راجل. انت فيه واحدة تتجوز واحدة؟ خد نفسك اهدى. ومين دي اللي اتجوزت مراتي؟ بنت الملك. بنت الملك تتجوز مراتي؟ بنت الملك مين؟ حياة النفوس. وفين هي حياة النفوس دي؟ أنا. الله، أنت اتجوزت مراتي؟ تبقى أنت حبيبتي. حبيبي بدر البدور، قمر الزمان. جمعتنا الأيام يا بدر البدور. اللي جمعنا حياة النفوس. حياة النفوس، أنت رديتي لي حياتي. أكافئك إزاي وإزاي أجازيك؟ عاوز تكافئني؟ يا ريتني أقدر. ما تاخدش بدر البدور مني. إزاي؟ ما تفرقش بيني وبينها، أنا حبيتها وأنا حبيتها، وهو في حد يكرهها؟ وإحنا الاتنين بنحبك. وأنا كمان بحبكم. خلاص ما تاخدهاش مني. إزاي؟ اتجوز. أنت بتقولي إيه؟ وهي بدر البدور ترضى؟ هي أنقذت حياتي، فلابد تقسمني حياتي وأعز حاجة في حياتي. أنت يا قمر، أنت يا قمر. حياة النفوس. الملك أبويا. فين الأميرة؟ أنت هنا يا أمير؟ مين الراجل ده؟ ده جوزي. جوزك واقف جنبك؟ ده مش جوزي، دي درتي اللي بحبها وتحبني. درتي؟ أنت مش مجوزتني القمر زمان؟ أنا قمر الزمان ابن الملك شهرمان. أمال ده يبقى مين؟ أنا بدر البدور بنت الملك الغيور. شوف. الله الله، أهو شوف. إزاي الكلام ده؟ بنت متجوزة بنتي؟ دي أختي وفي حمايتي. الأمير بتاعها كان تايه منها، خفت من العساكر فتنكرت لهم في صورة راجل، وانت اللي جوزته. أنا فاهم إنها قمر الزمان. قمر الزمان أهو، أنت جوزتني قمر الزمان. كنت غلطان. كلام الملوك ما يرجعش. كلام الملوك ما يرجعش. كلام الملوك ما يرجعش. كلام الملوك ما يرجعش. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاشوا جميعا في أسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من يرث الأرض ومن عليها. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 من ليالي ألف ليلة.